سائل من فرنسا يقول المركز الإسلامي عندنا هناك. ايش يقول؟ هذا سائل من فرنسا يقول المركز الإسلامي عندنا هناك أعلن أن عاشوراء سيكون يوم الجمعة، يقول هل نتبع المركز فنصوم عاشوراء على أنه الجمعة أو نتبع المملكة؟ اتبعوا البلد الذي أنتم فيه، اتبعوا المسلمين في البلد الذي أنتم فيه. نعم.